السلام عليكم. احنا نتمنى الخير لكل الرياضيين وان يكونون ويحصلون على اعلى المناصب مستقبلا، وهذيل اخواننا وعيالنا. ولكن شغلة مهمة يا جماعة، قبل ما نكافئ هؤلاء او نعطيهم اي مراكز لازم ننظر لهم كانسان قبل ما ننظر لهم كرياضي. الرياضي مفروض يكون قدوة در الشباب للرياضيين وللمجتمع، مو بيكون زبالة في المجتمع. في رياضيين على علم احنا فيهم نصابين كذابين محتالين يستغلون الناس يستغلون الشهرة، حتى انجازاتهم مشكوك فيها، اللي يبي يعرف ممكن يتأكد. فكيف نكافئهم احنا على مستوى الدولة؟ كيف باكر هاي نعطيهم مراكز يا جماعة؟ مشكلة العور اللي عندنا تدرون شنو يا جماعة؟ اللي يدش مزاجنا لو شنو نسمع عنه؟ نقول لا هاي اشياء شخصية، نسمع كلامه ونكذب الكل. والعكس اللي ما يدش مزاجنا بكلمة نسمع عنهم ندمرهم.